يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا جدا. انا سعيد بيكم والله العظيم ومتشرف بيكم جدا والله. اللي موجود قدام مني هنا شريحة من كل المجتمع المصري. خليني اقول لكم حاجة مهمة قوي، المصريين بيأكدوا كل يوم، رجال اعمال على القطاع الخاص على الدولة الدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب. بقول لكم كل سنة وانتم طيبين،